يا شباب، انا معاكم النهارده. انا الدكتور هاني الناظر، استشاري امراض الجلديه ورئيس المركز القومي للبحوث السابق. الحقيقه انا فخور ان انا اكون معاكم وباشارك في المبادره العظيمه اللي بتعملها وزاره الشباب والرياضه. عمل الحقيقه يستحق التقدير ويشرفنا كلنا، لان دي مبادره مهمه في التوعيه في هذه الفتره الحرجه من موضوع كورونا. شيء عظيم، انا بهنئ الوزاره على هذا العمل، وانا بصراحه سعيد وفخور ان انا اشارك مع الوزاره واتواجد معكم في هذه المبادره الكريمه باذن الله. يا شباب، انا عايز اقول كلمه مهمه جدا. الاصابه بمرض فيروس كورونا ده مش عيب، ده مش ذنب الاصاب. اي انسان متعرض للاصابه ده مش عيب، فما يصحش ابدا ان احنا نخاف منه. او احنا مفروض ايوه نتخذ الاجراءات الوقايه، لما نتعامل معاه نتعامل بحرص ونلبس الكمامه وكلام من ده، لكن ده مش معناه ان ده عيب او نقول للناس خلي بالكم، ونبدا نخلي الانسان يحس بعنده مشكله اخطر من مرض. كمان الموضوع الجثث المتوفي بكورونا، انتشرت اشاعه بتقول ان الجثه الانسان الله يرحمه اللي كان مصاب بكورونا دي بتنقل الفيروس. ده تخريف، ده كلام غير علمي. جثث موتى الكورونا رحمه الله عليهم لا تنقل الفيروس. اطمئنوا، ندفن الناس، لان ادفان دفن الميت اكرام ليه، وبلاش تصدقوا الاشاعات اللي بتقول غير كده. شكرا لحضراتكم.